بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. اليوم يوافق ذكرى الاربعين للام امتثال بطرس جندي، يوافق ايضا الذكرى السنويه للمرحوم الدكتور صبحي جيد سعيد مدير مستشفى الزيتون السابق، مدير مستشفى عدرا الزيتون السابق. نذكر له خدماته ومحبته، تفانيف خدمته. ربنا ينيح نفسه ويعطي أسر المنتقلين جميعا العزاء والصبر. والحقيقة وإحنا في صوم العذراء وبننهي، نتذكر دايما ويطيب لنا الكلام عن أمنا العذراء مريم. الحقيقة لو تأملنا حياة العذراء في ألمها اللي مر بيها ألام كتيرة، وكانت دايما شاكرة. لم نسمع منها كلمة أنين واحدة أو كلمة تذمر واحدة، بل بالعكس كانت شاكرة في كل مراحل حياتها. في بدايتها في طفولتها طفلة صغيرة موجودة في الهيكل، محرومة من أسرتها إنما متمتعة بربنا، متمتعة بربنا وعشرة القديسين في الهيكل، متمتعة بعشرة الملائكة وضايقاهم وعرفاهم. والدليل ان لما جالها الملاك بشرها، الكتاب بيقول انزعجت ما عسى ان تكون هذه التحية. مش انزعجت مين اللي جاي ده وليه ملاك يظهر لي، ما انزعجتش من الملاك، انزعجت من التحية دي. بقى الملاك يحييني انا بالتحية دي، ايه الموضوع؟ انزعاجها كان لاحتمال الكرامة. قد ايه امنا العذراء احتملت كرامة وعمرها ما تعالت، احتملت العذراء ولم تتعالى ابدا، وكانت دايما في كل وقتها بتقول هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. عاشت في طفولة في الهيكل بعيد عن اسرة، ولما ابتدت تكبر شوية اوكلوا اليها خدمة لراجل مسن عنده حوالي 80 أو 90 سنة تخدمه. تخرج من الهيكل لخدمة راجل مسن وتبقى عنده بيته، لأنها كانت ابتدى خطيبة لي. وبعدين لما ابتدت تحمل بالحبل الإلهي عشان هتبقى أم الله، ابتدت العين تنظر لها نظرة مش مظبوطة. حتى يوسف الصديق خطبها، الكتاب بيقول عنه أراد تخليتها سرا. تخيلوا وجع القلب لما كل عين تبص الواحد وتجرحه ومحدش عارف الحقيقة، وهي مش قادرة تتكلم ومش عاوزة تتكلم. هي ما بتحبش الكلام، إنسانة صامتة، إنما في صمتها رجاء لها، وفي صمتها من الناس آلام شديدة لها أيضا. إذا كان في صمتها مع السماء رجاء وحب، إنما في صمتها أيضا مع الناس ألم، وزي ما قال يجوز في نفسك سيف. وإذا كان جاز في نفسها سيف لما المسيح كان على الصليب، جاز في نفسها أيضا هذا السيف لما الناس كانت بتبص لها، مين الصغيرة دي اللي حملت وإحنا مش عارفين حملت من مين؟ لدرجة ان يوسف الصديق يريد تخليتها سرا. يوسف البار اللي هو كان يعني حارس الحمل البتولي، ويجي له الملاك يقول له اللي حبل به العذراء مريم هو من الروح القدس. ياما الملائكة بتدافع عننا، ياما المسيح بيقف لكل واحد بيحب يأذينا حاجز وما بنؤذاش، واحنا مش قادرين نحسب ومش قادرين نحس. في أزمنة ضيقنا الله يتمجد معانا، زي ما قال ادعيني يوم الضيق انقذك تمجدني. قد ايه العذراء اجتازت، قد ايه العذراء اجتازت الام، تجتاز الام وهي رايحة في الصحراء لأليصابات عشان تخدمها، بنت صغيرة 13 14 سنة
رايحة تخدم ست مسنة حامل وتمشي في الجبال. الكتاب بيقول راحت مسرعة وسط الجبال ألام. لو قلنا النهاردة البنت من بناتنا اخدمي حماتك ولا مامتك قد ايه تتأفف وقد ايه تبقى متضايقة، انما العذراء ما حدش قال لها، جريت عشان تخدم. العذراء النهاردة بتعلمنا الاحتمال وبتعلمنا الخدمة، بتقول لنا تعلموا ازاي تحتملوا الضيقة اللي ممكن تنتهي او دايما تنتهي للخير، زي ما قال قداسة البابا المتنيح كله للخير ومصيرها تنتهي، كله بينتهي. انما انت في وقت امتحانك قدمت ايه لربنا؟ قدمت شكر ولا قدمت تأفف؟ العذراء تخدم وتروح في الجبل تخدم وبعدين ترجع تخدم وتفضل صامتة ما تتكلمش، تروح مع المسيح في عرس قانا الجليل تلاقي الخمر فرغ، تقول للناس مهما قال لكم افعلوا بس، وتقول للسيد المسيح ابنها ليس لهم خمر وبس، كلام كتير ما تعرفوش والكلام بس كان تسبيح فقط لا غير. تروح مع اليصابات تسبحها والملاك يكلمها ترد بتسبحها، وكانت صامتة تتذكر جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، وتيجي على الصليب تقول لنا العالم كله يفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك. عايزين نتعلم النهاردة حاجتين، نحتمل في الضيقة ونطلب ربنا ونقول له ادينا اتساع قلب وادينا احتمال لأنك أنت اللي شايل عننا الضيقة. عايزين نحتمل ازاي نخدم، وازاي نخدم بمسرة وفرح، وازاي نخدم بسرور من غير ما نتضايق. احنا احيانا نعمل خدمات واحنا متأففين، عايزين نخدم بقلب وفرح، عايزين ندي ونخدم ونقول لها يا عذراء في ايامك الجميلة 15 يوم صيام اتعلمنا منك فضايلك كتيرة قوي، بس احنا ياريت نكون اتعلمنا منها 15 فضيلة. ربنا يدينا ويديكم، ربنا دايما يمتعنا ببركات الكنيسة، متعنا دايما بان احنا ما نتحرمش ابدا من الكنيسة ومن الجسد والدم. لله المجد من الان والى الابد، امين.